النص الآتي بعنوان أكرم من حاتم. سأل رجل حاتما الطائي وهو مضرب أمثال العرب في الكرم، فقال: يا حاتم، هل غلبك أحد في الكرم؟ قال: نعم، غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه، وكان له 10 رؤوس من الغنم، فعمد إلى رأس منها فذبحه وطهى شيئا من لحمه وقدم إلي الدماغ، فقلت: طيب والله. فخرج من بين يدي وجعل يذبح رأسا رأسا ويقدم لي الدماغ وأنا لا أعلم. فلما خرجت لأرحل نظرت حول بيته دما كثيرا، وإذ به قد ذبح الغنم بأسرها. فقلت له: لما فعلت ذلك؟ فقال: يا سبحان الله، تستطيب شيئا أملكه فأبخل عليك به؟ إن ذلك السبة على العرب قبيحة. قيل: يا حاتم، فما الذي عوضته؟ قال: 300 ناقة حمراء و500 رأس من الغنم. فقيل: إذن أنت أكرم منه؟ فقال: بل هو أكرم، لأنه جاد بكل ما يملك، وأنا جدت بقليل من كثير.